السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلاميذي حبايبي، النهاردة هندرس الدرس الثاني في نافذة الرياضيات وكيفية قياس الأشياء بواسطة الشفاطات متساوية الوحدات. النهاردة اليوم الثاني من الدراسة في مدرسة أبو بكر الصديق، والنهاردة يوم اسمه يوم الإيه؟ الأحد. برافو عليكم. هندرس كيفية قياس الأشياء بواسطة الشفاطات متساوية الإيه؟ الوحدات. فرجنا كده الأشياء اللي هتقيس بيها شكلها إيه الشفاطات ديت. دلوقتي هنقيسوا العرض. عدوا يلا كده كام شفاطة؟ يبقى كده العرض بتاعنا قد ايه؟ العرض بتاعنا قد ايه يا سنه ثانيه سنه اولى؟ اثنين. طيب ممكن ياسين وياسين وابراهيم يقيسوا لنا طول المقعد طول الديسك دوت؟ يلا اتفضل. واحد. هتقيس ازاي الطول؟ احنا قيسنا العرض اهو. يلا شاطر يا ابراهيم، ممتاز يا ابراهيم. كده كام يا ياسين؟ واحد. يلا ايدك التانية. اتنين. تلاتة. اربعة. ياسين انت مش باين صورتك خالص، ممتاز. يبقى كده كام وحدة يا اولاد؟ خمسة. كام وحدة؟ خمسة. ممتازين.